السلام عليكم. هناك بعض الناس تجدهم دائماً أقوياء، تجدهم عادة حاضرين بمنتهى القوة والثبات من أجل من حولهم، الكتف الذي يستند عليه الجميع، في حين أن لديهم من الحياء والكبرياء ما يمنعهم من طلب أي شيء من أي شخص، وفي بعض الأحيان من أقرب الأقربين إليهم. حتى وهم في أشد الاحتياج للمساعدة يبذلون طاقة مضاعفة حتى لا يظهر عليهم أي صورة من صور الضعف، ولأنهم في النهاية بشر لديهم احتياجات ومشاكل وألام، ولأن لكل إنسان قدرة وطاقة على التحمل، هؤلاء الأشخاص قد تأتيهم في مرحلة ما لحظة ضعف يحتاجون فيها للمساعدة الصادقة والاحتواء بشكل خاص، لأن هؤلاء الأشخاص عندما يصلون لمرحلة تجبرهم على الطلب من الآخرين، تأكد أنهم حينها في حالة من القهر لم يعيشوها أبداً، وأرغمتهم على شعور عكس طبيعتهم تماماً، وفي نفس الوقت يتوقعون أن كل من كانوا بجانبهم طوال عمرهم سيهبوا لمساعدتهم عند الحاجة. ولكن انتبهوا من هؤلاء الأقوياء إذا خاب توقعهم في شخص، احذروا منهم إذا شعروا بالخذلان، لأنه على الرغم من ضعفهم في هذه اللحظة، إلا أن قوتهم وكبرياءهم وحياءهم سيجبرهم على إسقاطك من حياتهم للأبد مهما كنت تعني بالنسبة إليهم، ولن يلتفتوا إليك ثانيا مهما حدث. فالقوي الشهم صاحب الكبرياء بداخله قناعة بأن الذي لا يساعد وقت الضعف فنسيانه وقت القوة محتوم. والله يحفظكم ويحفظ غيركم.